مساء الخير السيدات والسادة الحضور، يسعدنا ويشرفنا اليوم تكريم الفائزين والمشاركين في تصفيات مسابقة الابتكار للمعهد المصرفي المصري لسنة 2022 ضمن فعاليات المؤتمر، حيث أن هدف المعهد المصرفي من مسابقة الابتكار هذا العام هو دعم التطورات المبتكرة للقطاع المصرفي من أجل غد أفضل، مع التركيز على أهمية دور البحث والابتكار التطبيقي في القيام بذلك. لقد ساهمت التطورات التكنولوجية في إحداث تغيرات جوهرية في الصناعة المصرفية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على سلوكيات واحتياجات العملاء ودرجة وعيهم ومعارفهم. واستناداً إلى ذلك، وضعت البنوك على قائمة أولوياتها تعزيز ثقافة الابتكار بشكل مستمر للتطوير فعالية أنظمتها وتعزيز قدراتها على النجاح في ظل بيئة عمل تنافسية. وكانت موضوعات المسابقة لهذا العام الابتكار من أجل الأمن السيبراني، أمن تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي، حيث تطلب من المصرفيين تحديد مخاطر للأمن السيبراني والمرونة في القطاع المصرفي، والتوصل إلى برامج أمنية مبتكرة لإدارة الأمن والمخاطر، وضمان مستويات مناسبة من الحماية. والابتكار من أجل التنمية المستدامة في القطاع المصرفي، يتطلب من المصرفيين تقديم فكرة أو منتج يشجع الابتكار من أجل التنمية المستدامة، ويتمثل التحدي في دمج مفهوم التنمية المستدامة مع نهج الابتكار المصرفي كاستراتيجية تسويقية تتيح للبنوك أن تكون قادرة على المنافسة. الموضوع الأخير الابتكار من أجل خدمات التقاعد في القطاع المصرفي، يتطلب من المصرفيين ابتكار منتجات تقاعد مرنة ورقمية في القطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي من خلال ضمان مستقبل أفضل للأفراد المتقاعدين. وقد شارك في المسابقة متسابقين من 16 بنك من البنوك التالية: البنك المركزي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك أبو ظبي التجاري، البنك الزراعي المصري، البنك التجاري الدولي، البنك العقاري المصري، البنك الأهلي المصري، بنك قطر الوطني الأهلي، بنك إمارات دبي، بنك الأسكندرية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، المصرف المتحد، بنك فيصل الإسلامي، بنك كريدي أجريكول، البنك الأهلي المتحد. وقد تلقت إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي أكثر من 80 فكرة في مختلف المواضيع، وتم تصفيتهم إلى 15 فكرة، وتمت مناقشتهم مع لجنة التقييم الخاصة بالمسابقة واختيار الفائزين بكل موضوع. وأتقدم بالشكر لأعضاء اللجنة لمجهوداتهم في تقييم الأفكار ومناقشتها: أستاذ أحمد إمام، المدير التنفيذي لشركة أملاك للتمويل، أستاذة عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، أستاذة رشا عزت، رئيس استراتيجيات الاستدامة والابتكار بالبنك التجاري الدولي، أستاذ هاني سليمان، مدير عام PayTabs مصر، أستاذة ليلى حسني، مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية والتنمية ببنك الأسكندرية، ومهندس هشام محمد، رئيس قطاع أمن تكنولوجيا المعلومات ببنك إمارات دبي. وفي هذا الإطار يسعدني دعوة الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، لتسليم الشهادات. يسعدنا الآن تكريم الفائزين في موضوعات المسابقة المختلفة ليتفضلوا لاستلام شهاداتهم. الفائز الأول في موضوع الابتكار من أجل الأمن السيبراني، أمن تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي، الأستاذ أحمد عادل محمد، البنك الأهلي المصري. الفائزون في موضوع الابتكار من أجل خدمات التقاعد في القطاع المصرفي، الأستاذ شريف النشار، البنك الأهلي المتحد، والأستاذة مارسيل مشرقي، البنك الأهلي المتحد، والأستاذة منى محمد فرحات، البنك المركزي المصري. Thank you.
موضوع الابتكار من أجل التنمية المستدامة في القطاع المصرفي الأستاذ حازم محمد حليم البنك الأهلي المصري. تقديم شهادات تقدير للمشاركين في التصفيات النهائية بالمسابقة، فليتفضلوا جميعا. موضوع الابتكار من أجل الأمن السبراني في القطاع المصرفي الأستاذ طاهر ماهر محمد بنك قطر الوطني الأهلي، الأستاذة إسراء أحمد علي البنك الأهلي المصري، الأستاذ أحمد السيد البنك الأهلي المصري. موضوع الابتكار من أجل خدمات التقاعد في القطاع المصرفي الأستاذ أحمد فتحي البنك الأهلي المصري، الأستاذ أحمد حلمي محمد البنك الأهلي المصري، الأستاذ أحمد عيد إبراهيم البنك الأهلي المصري، الأستاذة مديحة عاصم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية. الابتكار من أجل التنمية المستدامة في القطاع المصرفي الأستاذ محمد أحمد عبد الفتاح البنك الأهلي المصري، الأستاذة ولاء محمد إسماعيل البنك الأهلي المصري، الأستاذ محمد علاء الدين بنك الإمارات دبي الوطني، الأستاذ محمد سمير محمد البنك الأهلي المصري، الأستاذ أحمد عبد العزيز البنك الأهلي المصري، الأستاذ أحمد محمد أنور البنك الأهلي المصري، الأستاذ أحمد سيد عبد السلام البنك الأهلي المصري. أطيب تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح لجميع المشاركين، ويسعدنا زيادة الإقبال على المشاركة في المسابقات القادمة بأفكار ومشروعات جديدة ومبتكرة.